بخصوص المعاناة ديال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالعاصمة البلجيكية بروكسل ونواحيها، إنه في الآونة الأخيرة سجلنا واحد التقاعس كبير ديال المسؤولين بالقنصلية العامة للمملكة المغربية بروكسل، خصوصا فيما يخص نقطتين مهمتين: المواعيد المسبقة لغونديفو. حنا من الأوائل اللي نورنا وقمنا بتوعية المواطنين المغاربة بالإيجابيات ديال هاد أخذ المواعيد المسبقة لغونديفو. علاش؟ لأنه الإنسان كيختار الساعة اللي بغى والنهار اللي بغى على أساس يمشي يقضي الغرض دياله، ولكن حنا ما طبلناش وما زمرناش وما قلناش لعباد الله يشد الرونديفو مع 11 و12 ويبقى في القنصلية 3 سوايع ونص عاد يقضي الغرض ديالو. لأنه المواطن ملي كيمشي للإدارة البلجيكية كيكون عنده الرونديفو مع 11 10 دقائق ربع ساعة كيخرج، كيكون عنده الرونديفو مع 12 ربع ساعة 10 دقائق كيخذ الأغراض ديالو. هذا هو المواعيد اللي بغينا، ما بغيناش المواعيد ديال المواطنين يبقاو تائهين داخل أروقة القنصلية العامة للمملكة المغربية بروكسل لساعتين وثلاث ساعات. المشاكل اللي وقعت مؤخرا كيتعلق الأمر ببطاقة التعريف الوطنية. كاينين المواطنين دفعوا البطاقة التعريف الوطنية شهر يوليو 2021، كاين مواطنين دفعوا شهر شتنبر 2021، كاين اللي دفعوا في مواد نوفمبر 2021، مواد ديسمبر 2021 الى اخره. بطائق التعريف الوطنيه ما تنجزات لهم، وكما يعلم الجميع الانسان اللي ما عندوش بطاقه التعريف الوطنيه ما يقدرش يدير اي اجراء، ما يقدر يبيع، ما يقدر يشري، ما يقدر يدير حتى شي حاجه. والغريب في الامر انه المشكل الكبير والعويص انه الانسان اللي تسال له الباسبور راه ما يقدرش يدير الباسبور، خص يدير لاكارت ناسيونال هي الاولى حتى تخدم تصاوب ليه توجد لاكارت عاد يديروا ليه الباسبور. اذا هاد الناس اشنو غادي دونك؟ لا، على حسب هذا المستجد الى الناس غادي يمشيو يديروا لي سي باسي في القنصليه باش يمشي يدير لاكارت والباسبور في المغرب، دونك ما محل القنصليات العامه من الاعراب اذا ما كانوش غيقضيو الاغراض ديال المواطنين. واحد السرعه قياسيه، ولازلنا نتذكر مضامين اللي جا بها الخطاب الملكي السامي لصاحب جلاله الملك محمد السادس نصره الله بمناسبه الذكرى 16 لاعتلاء عرش اسلافه الميامين، اللي كان واحد الخطاب تاريخي نعتز ونفتخر به كافراد الجاليه المغربيه. انا الرساله اللي بغيت نوجه واش حنا ديما خصنا نتسناو سيدنا الله ينصرو هو اللي يخرج عاوتاني يدير شي غضبه ولا يدير شي خطاب؟ كفى من العبث رجاء. يعني هادو ما عندهمش لاكارت ناسيونال الباسبور ما ممكنش يدخلوا المغرب في عمليه مرحبا؟ ما يقدروش. الحل الوحيد اللي عندهم انه يمشيو للقنصليه يديروا لهم لي سي باسي جواز، ولاش غدير لي سي باسي؟ علاش القنصليه اللي غدير لاكارت عام هادي 9 شهور 10 شهور واش تخربيق؟ راه حشومه كاع نهضروا على هذا الشيء، راه عينا ما نصبروا ما كناش كنهضروا عليه مراعاة ومراعاة، راه قد وصل السيل والزوب.